حمد المدب يتلقى خبر صادم قبل مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال. تفاصيل رحلة الترجي وتطورات إصابة بن حميدة ومشاركته في مباراة الأهلي. جماهير الترجي تواصل الزحف نحو القاهرة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوجه تحذيرا لإدارة الأهلي المصري. هذه أبرز عناوين النشرة الترجية لليوم، فما تنساوش دعم القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعين الكرام أينما كنتم. نتقدم بأحر التعازي لرئيس الترجي السيد حمد المدب بعد وفاة شقيقه رحم الله الفقيد وألهم عائلته وجميل الصبري والسلوان. وعلى أثر هذا المصاب الجلال قدمت عدة فرق تونسية من بينها النادي الإفريقي والنادي السفاقسي عبر الصفحات الرسمية تعازيها لرئيس الترجي. كما وجه محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري اليوم برقية تعزية لرئيس الترجي، وقال الخطيب في رسالة التعزية أن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المدب. إن شاء الله ربي يرحم أخو حمدي المدب، وبادرة تشكر فتذكر خاصة من الفرق التونسية. هكا نحب العلاقات تكون بين الأندية، رغم كل شيء، رغم التنافس ورغم ما يحدث في كرة القدم، تبقى العلاقات الطيبة وتبقى الإنسانية هي اللي تسيطر يعني على مسؤولية الفرق. فبرافو للنادي الإفريقي النادي السفاقسي وكل الفرق اللي عزات رئيس الترجي الرياضي التونسي. بالعودة للمباراة الحدث واللي تجمع الترجي بالأهلي المصري يوم السبت 25 ماي انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت تونس لحساب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يسافر وفد الترجي غدا الأربعاء 22 ماي إلى القاهرة عبر طائرة خاصة، وذلك لمواجهة الأهلي المصري. وتضم بعثة الترجي نحو 60 شخصا من بينهم 25 لاعب، ويترأسها رئيس النادي حمدي المدب. ويتضمن برنامج الفريق في القاهرة إجراء 3 حصص تدريبية، الأولى مباشرة بعد الوصول والثانية مساء يوم الخميس، والحصة الأخيرة يوم الجمعة بملعب المباراة استاد القاهرة الدولي. بالعودة لتطورات إصابة الظهير الأيسر للترجي محمد أمين بن حميدة وبعد الكشوفات التي أجراها، تبين أن الإصابة لا تكتسي خطورة كبيرة. بن حميدة سيتنقل مع المجموعة للقاهرة، ومشاركته في المباراة ممكنة ووارد جدا. تزامنا مع رحلة بعثة الترجي إلى القاهرة، بدأ عدد كبير من جماهير الترجي بالتحول إلى مصر قبل 4 أيام من مباراة النهائي، وشهد مطار تونس قرطاج حركية كبيرة من جماهير الترجي والتي عودتنا بالتنقلات التاريخية ومساندة فريقها في كل المباريات داخل وخارج تونس. جماهير الترجي تواصل الزحف نحو القاهرة والأعداد في تزايد مستمر. وهنا نحب نفتح قوس ونحب نأكد على المعلومة هذه في كل فيديو باش نحكي فيه عن مباراة الترجي والأهلي المصري. الرجاء من كل جماهير الترجي الرياضي التونسي يردوا بالهم على رواحهم، يردوا بالهم من دخول في الاستفزازات، باش تكون فما إجراءات مشددة جدا، وفما بعض التضييقات على جماهير الترجي الرياضي التونسي منذ وصولها إلى مطار القاهرة الدولي. إن شاء الله الأمور تتعدى في أحسن الأجواء، وإن شاء الله نشوفوا حسن استقبال من الجانب المصري كما صار لجماهير الأهلي في تونس منذ دخولهم إلى المطار. لقوا الترحيب الكبير ولقوا الاستقبال الرائع من قبل السلطات التونسية وكذلك من هيئة الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله جماهير الترجي الرياضي التونسي تلقى نفس المعاملة اللي لقاتها جماهير الأهلي، ونوصيهم زادة كما قلنا بضبط النفس وما ندخلوش في مواجهات مع السلطات المصرية. خلي يتعدى الماتش هذا على خير، وإن شاء الله الناس كل تمشي وتروح بصحة وسلامة. أما عن أخبار الفريق المصري، وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسالة تحذير قبل مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم. وجرت اتصالات بين مسؤولين بالاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري بشأن ضرورة ترتيب الأمور مبكرا في لقاء الإياب بين الأهلي والترجي ليخرج في أفضل صورة. وصرح مصدر مسؤول داخل الكاف لوسائل الإعلام المصرية أن الكاف لن يسمح بتكرار ما حدث في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان. الفوضى التي ضربت مراسم التتويج بشكل غريب، وتابع نفس المصدر الكاف طلب الاطلاع على كافة خطط التنظيم والتأمين الخاصة بمباراة النهائي، خاصة وأن المواجهة قد تشهد حضور السويسري جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأشار إلى أن الكاف وجه رسالة تحذير للأهلي عبر مسؤولية الاتحاد المصري من تكرار ما حدث في نهائي الكاف. سوء تنظيم عرفوا نهائي الكونفدرالية الإفريقية اللي جمع الزمالك المصري بنهضة بركان المغربي، شفنا بعض الأحداث يعني اقتحام بعض الجماهير، كذلك بعض العنف. فم مسؤول من الكاف والاتحاد الإفريقي تعرض للعنف كيف حكم
المباراة يعني تعرض كذلك للسب والشتم من قبل مسؤولي نهضة بركان. إن شاء الله الأحداث هذه ما نشوفوهاش في نهائي دوري الأبطال، خاصة كما قلنا بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك يعني من أجل سلامة الوفد التونسي اللي بيكون في أرضية الميدان، وإن شاء الله الكاف يعني يتخذ القرارات اللازمة ويعرف كيفاش يسيطر وينظم النهائي هذا العرس الإفريقي اللي باش يشاهده العالم الكل بطبيعة الحال. إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي كما قلنا باش يكمل حصته التدريبية اليوم وغدوة، إن شاء الله يسافر إلى مصر عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة الترجي الرياضي التونسي لأجل ضمان التركيز وضمان راحة اللاعبين. كذلك إن شاء الله الطائرة هذه ترجع لنا باللقب الخامس، إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يكون متوج بحول الله بلقب رابطة الأبطال الإفريقية، ونفرحوا كلنا كمكشخين ونفرحوا البلاد الكل اللي مستحقة فرحة كبيرة، ونعرفوا أنه جماهير كرة القدم في تونس ما تفرحهم كان الترجي. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.